نشعر انه من الطرف الشيعي كنا في التحالف الثلاثي ان الصدريين هم الاقرب لنا لانه يعني اقرب من مناطقنا جمهورنا وجمهورهم قريب احكي لك صراحه الصدريين من عراقي الداخل ونحن من عراقي الداخل ونشعر انه عراقي الداخل هم الاقرب لنا اما اللي كانوا برا وكانوا بالمعارضه ومتبنين من دول اخرى ومدعومين من دول اخرى نعتقد هم الابعد لنا في تحالف تقدم فلذلك شكل على اساس التحالف الثلاثي فعندما انتهى التحالف الثلاثي اضطرينا ان ندخل في تحالف اداره الدوله اللي هو شمل كل القوى السياسيه